عسلامة ومرحبا بكم في كوجينة اليوم. اليوم عنا غوسيت سهلة وبينا برشا اللي هي دي كانيلوني فارسي وليجوم ومعها اون صوص طومات. دونك شنو نستحقو؟ نستحقو دي كانيلوني متاع وردة، طومات كونكاسي متاع تيكام، شوية زبدة جولدينة، زيت متاع نجمة، شوية دي كورجيت مقصوصين، شوية بصل، ثوم، فلفل أكحل، شوية كليل، ملح وشوية فلفل أحمر. دونك أول حاجة باش نعملوها هي
دونك هذه لاصوص حاضرة اون ريزيرف دو كوتي. نحط الفخس نجمو توا نتعداو الفاصل الصغير وبعد نرجعو. رجعنا توا بعد الفصل اللي كان يلوني نتاعي كملت حطيت لهم الفخس وعملت عليهم رشة فرماج غورمون تاع ديليس وتوا باش نحطهم في الفوغ 180 دوغري بوندون 20 مينوت ولا 25 مينوت.
هذا لو ديسير نتاعنا حضرناه في ميم با 10 مينوت. توا باش نشوف لي كانيولي نتاعي نورمالمون راهم طابو سي بون.